السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم في الفيديو هذه باش نحاول نتكلم حول الأحداث الأخيرة اللي وقعت في أوروبا، سواء في نيس، سواء في ألمانيا، أو حتى في الدول الإسلامية كما البارح وقع في أفغانستان العملية الانتحارية اللي عملت أكثر من 80 قتيل. هذا الإرهاب بصفة عامة اللي موجود واللي هو ما هوش غريب علينا، معناتها ما هوش حاجة جديدة توا وقعت، هي نتيجة سياسات متبعة عندها عشرات السنين أدت إلى هذا الوضع. أنا مانيش باش نحلل ونقول شكون وراء هذه العمليات، وهل هي المخابرات الغربية أم جهات أخرى من الخارج، وشنو الأهداف من وراء هذه العمليات، وإنما حبيت نعطي تحليل خاص وشنية المعطيات الجديدة في هذه العمليات الأخيرة باش نفهموا شنو قاعد يوقع بالضبط. طبعا هذه يعني وجهة نظري أنا، وكيفاش نشوف الأمور يعني من وجهة نظري على حسب تجربتي الإسلامية وداخل الحركة الإسلامية العالمية أو حتى المحلية في أوروبا وتونس. ما هو أكيد أن هناك عدة أطراف مشاركة في هذا الإرهاب، هذه مسألة أكيدة. نجم نقول الطرف هذا ولا الطرف هذا ولا الطرف هذا ونتغاضوا على الأطراف الأخرى، ولكن في الحقيقة الكل مشارك في هذا الإرهاب اللي قاعد يوقع سواء في أوروبا سواء في العالم الإسلامي. هذه نقطة. والكل حتى اللي ما شاركش ويلقى فرصة باش يستفيد من هذا الإرهاب سوف يستفيد منه لكسب الأنصار ولدعم فكرته، سواء كانت أحزاب سياسية من أجل انتخابات أو مذاهب أو حتى أديان، سواء الإسلام سواء المسيحية سواء اليهودية، أو حتى شركات من أجل الربح المال ومن أجل كسب الأنصار والدعم. هذه مسألة واضحة وبينة. خلينا احنا توا نحكيو على هذه العمليات الأخيرة. كما قلت لكم في أول الفيديو إن العمل الإرهابي الإسلامي ليس شيء جديد، بل هو متواصل من السبعينات أو الثمانينات، نجم نقولوا من الثمانينات بدأ وهو طالع وياخذ في منعرجات مختلفة واتجاهات مختلفة ويضرب في عدة مناطق سواء في أوروبا سواء في أمريكا سواء داخل ما يسمى العالم الإسلامي. ولكن شنو هو العنصر الجديد في الثلاثة العمليات الأخيرة؟ العنصر الجديد واللي أكيد ما تنتبهوا ليه كثير من المحللين السياسيين هو دخول المسلم العادي اللي ماهوش معروف كعنصر إرهابي يدعم الحركات الإرهابية الإسلامية. نشوفوا مثلا الشخص اللي عمل عملية نيس واللي قتل 80 إنسان أو أكثر، هو إنسان عادي عنده مشاكل ماهوش متدين وقام بهذه العملية. سوى الأفغاني اللي في ألمانيا أو الإيراني الألماني اللي قتل تقريبا أكثر من 10 من الناس، نفس الشيء، إنسان ماهوش معروف من طرف المخابرات وإنسان مسلم عادي. هذا يقلب كل الموازين ويجعل ما يسمى العمليات الإرهابية تدخل في مرحلة ما نسميها عدم السيطرة وعدم المعرفة شنو بشوقة. وهذا جدا خطير عندما نعلم أن الجالية الإسلامية في الغرب يعني عددها مش صغير، معناتها عددها كبير، معناتها 1% ولا 0.1% يعني يعمل عمليات كما هكايا في أوروبا، يعني أوروبا تخرب. إذن هوني ثقة الغرب بنفسه، لأن الغرب أو العالم الغربي بصفة عامة واثق ياسر بإمكانياته وبقدراته، وإنه يراقب كل شيء وبالكاميرات متاعه وبالإنترنت وبالساتيليت وبالتكنولوجيا متاعه وبالسلاح متاعه، يسخايب روحه
هو ينجم يسيطر على كل شيء. احنا نعرف ان اكبر الحضارات سقطت نتيجة فوضى، لان عندما الدولة تكون متماسكة وتدخل فيها الفوضى الدولة تسقط. واحنا نعرف اللي اقوى جيوش العالم ما تنجمش تربح في حرب عصابات. هذا مسألة واضحة وبينة، لان الجيوش او الدول الكبرى عندها قوانين وعندها أنظمة وعندها أجهزة وتعتمد على أساليب معينة في التعامل مع الطرف المقابل. ولكن عندما الطرف المقابل يكون مجهول وغير معلوم ويتصرف بطريقة تلقائية، هنا الدولة ما عادش تنجم تعمل حتى شيء. وهنا شنو يوقع؟ يوقع الرعب ويوقع الخوف ويوقع الشك ويوقع انهيار الدولة. هذه هي المشكلة الكبيرة اللي بعدها قاعدة توا تتطور، وهذه هي نتيجة العمليات الأخيرة اللي وقعت، وهذه باش تتكاثر على خاطر المشكلة بحد ذاتها هي في المعتقد الإسلامي بحد ذاته. وهذا تنرجع له، خليني نذكر أنا ساعة حوصلة حول الموضوع باش تاخذوا فكرة، ثم نرجع ونبين شنو اللي يخلي هذوما المسلمين العاديين اللي نجموا يكونوا معناتها يشربوا وما يطبقوش الاسلام يتحولوا في نهار وليله الى ارهابيين اسلاميين. خلينا نعودوا للتاريخ شويه. بعد ما يسمى باستقلال كثير من الدول الاسلاميه، الاستقلال بين قوسين لانه لم يكن استقلال، لان الحكومات اللي مسكت الدول التي تدعي الاستقلال هي حكومات عميله في كل العالم الاسلامي من باكستان الى المغرب. ما فماش حكومة واحدة وطنية مهما كانت، وهذه الحكومات الخدمة متاحة تنطلق من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى الموالاة لأسيادها اللي دعموها ونصبوها، وتجهيل وتفقير وتهميل الشعب. هذه مسألة واضحة وبينة، هذه نقطة ياسر مهمة. النقطة الثانية التعالي الغربي، عندما نقول الغربي ديما نقصد يعني سياسة عامة، ما نتكلمش على الشعوب، ديما ما نتكلمش على الشعوب، لأنها الغرب الحكومات الغربية تخدم في مصلحة شعوبها ولكن تسرق في الشعوب الأخرى وتظلم في الشعوب الأخرى. المبادئ متاحة والأفكار متاحة اللي تسميها إنسانية هي إنسانية بالنسبة لها تريد أن تفرضها على العالم. تعتبر كل شعب أو كل إنسان ما يمنش بالأفكار متاعها وإلا ما يواليهاش سياسيا ويخضع للسيطرة متاعها على أساس أنها قوة عظمى، يعتبر متخلف وجاهل ويجب القضاء عليه. إذن عندنا سياسات في الدول متاعنا عميلة لا تفكر في مصلحة الشعب، وحكومات كبرى غربية رأسمالية الهدف متاعها هو مصالح شعوبها وسياساتها والربح الاقتصادي عن طريق الشركات متاعها الموجودة في العالم. احنا نعرف في السبعينات ان الغرب او السياسة الغربية او السياسة الرأسمالية الليبرالية بصفة عامة دعمت دعم قوي المد الإسلامي لمواجهة المد الشيوعي، سواء في مصر، سواء في تونس، سواء في أفغانستان أو غيرها. ووصلت الأمور في أفغانستان أنها سلحت بأموال خليجية وأموال أمريكية وغربية من أجل القضاء على الاتحاد السوفيتي اللي يعتبر العدو الأساسي في ذلك الوقت للرأسمالية وللليبرالية أو ما يسمى بالعالمية. هذا هو معناتها المسألة اللي لازمنا ننتبهوا لها، وهذا الناس الكل يعرفوها، الدعم الغربي والخليجي وغيره للحركات الإسلامية ولتحويلها إلى مواجهة مسلحة في أفغانستان وغيرها من المناطق من أجل إضعاف ما يسمى المد الشيوعي. وهذا وقع حتى داخل الدول الإسلامية، سواء في تونس عندما بورقيبة بإذن وأوامر من أسياده
دعم الإسلاميين لمواجهة المد الشيوعي في الجامعات التونسية، وهذا حصل في كل الدول الإسلامية. لكن هذه هي السياسة الغربية اللي تسخيب روحها قادرة على كل شيء وتنجم تعمل كل شيء. هي في بالها يعني دعمت الإسلاميين واعطتهم الإمكانيات باش تقضي على الشيوعيين، من بعد تقضي عليهم هما وترتاح وتسيطر على العالم وتعمل العالمية وتولي هي القائد الكبير للبشرية الكل، والكلهم يتبعوها والكلهم يسبحوا بحمدها. ولكن عام 75-80 حدث ما لم يكن في الحسبان، وهي ما يسمى الثورة الإسلامية في إيران. الثورة الإسلامية في إيران غيرت كل المعطيات ودخلت الإنسانية أو العالم في مرحلة جديدة، إن بعد ضعف ما يسمى المد الشيوعي ظهر ما يسمى بالمد الشيعي. وأنا تأثرت بهذا المد وكنت في فرنسا ومشيت لإيران وعشت في إيران وعرفت شنو الوضع غديك. يعني أنا عشت الثمانينيات يعني والمد الإيراني شنو وقع في إيران. صحيح هي ثورة الخميني وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن فما حاجات أخرى وقعت، ومني أنا بيدي فهمت، أنا بيدي معناتها انضميت لما يسمى الفكر العالمي الإسلامي الذي يريد أن يطرح نفسه في المرحلة الأولى كموجه ومسيطر على جميع العالم الإسلامي، ثم يواجه الغرب لأن يدخل هناك في صراع آخر ما يسمى صراع العالمية بين الفكر الرأسمالي الليبرالي والفكر الإسلامي العالمي. يعني ولو زوز قوات. هنا شنو وقع؟ أنا وقت مشيت لإيران يعني وكتبت يعني في الكتاب متاعي وذكرت معناتها التجربة متاعي بالتفاصيل تقريبا، وكما قلت لكم باش نحاول نعاود نخرجها، وقاعد معناتها نخدم عليها، وصحيح واحد ما يلقاش وقت ساعات، ولكن أنا نحاول إعادة كتابتها بطريقة صحيحة، لأن الطريقة اللي كتبت بها كانت تخدم مصالح معينة سياسية سواء تونسية سواء فرنسية، وهذا معناتها باش نذكره أنا في الكتاب الجديد أو النسخة الجديدة، باش نعطي شنية الأشياء اللي أنا ما فكرتهاش واللي معناتها تم وضحها في الكتاب، وشنو الأشياء اللي تم تبديل فكرتها من أجل خدمة مصلحة معينة واتجاه معين. ما نحبش ندخل في هذه التفاصيل. في ذلك الوقت عندما ظهرت ما يسمى الثورة الإسلامية في إيران، تحت الثورة الإسلامية في إيران تكونت ما يسمى بالحركة الإسلامية العالمية، وكانت تضم مش شيعة برك، شيعة وسنة، وكان الهدف متاعها إنها تتغلغل داخل الحركات الإسلامية السنية. يعني الحركات الإسلامية السنية قبل الثورة الإسلامية في إيران كان اللي متغلغل فيها إلا المد الغربي الأمريكي أو الأوروبي، هو متغلغل فيها ويوجه فيها باش يخدم مصالحه. ولكن بعد الثورة الإسلامية في إيران وقع ما يسمى داخل هذه الحركات الإسلامية السنية تغلغل شيعي، وأنا بيدي شخصيا شاركت في التغلغل داخل حركة النهضة ما يسمى قبل الاتجاه الإسلامي، وتكلمت في قداش من فيديو حول عملية التغلغل وتكوين ما يسمى بالجناح العسكري داخل حركة النهضة، وعطيت التفاصيل ومزلت نتكلم، وأنا حتى التوى مزلت نجم نقوله أحنا محتشم في الحديث، لأني معناتها أريد أن الأمور تكون أكثر وضوح وأكثر موضوعية وأكثر دقة. هذه مسألة. إذا هوني عندما دخل ما يسمى بالشق العالمي الإسلامي، نسميه العالمي الإسلامي، ليؤمن ما يسمى بأرض الرسالة، اللي يعتبر الشرق الأوسط، العراق ومنطقة الشرق الأوسط هي أرض الرسالة وهي أرض الوحي، وهي يجب أن تسيطر على العالم، ليس أمريكا ولا أوروبا، يعني ما يسمى بالفكر الشرق الأوسط القديم. يعني تؤمن أن هذه المنطقة هي اللي لازمها تكون قلب العالم وعاصمة كل العالم، واللي منها ينطلق كل الفكر العالمي.
هذا الفكر اللي معناتها تكون بعد الثورة الإسلامية ولقى الظروف المناسبة خاصة عند الفوضى اللي وقعت بعد الثورة الإسلامية واستطاعوا أن يتغلغلوا داخل العالم السني. كما قلت لكم أنا بيدي شاركت في هذه العملية ونعرف التفاصيل متاعها. هنا الغرب أو ما يسمى الرأسمالية عندما شافت هذاك الشيء وفلتت منها الأمور شنو عملت؟ في عوض معناتها تقضي على الشق السني اللي هي كونته خلاته وكملت دعمته من أجل تحذيره لمواجهة ما يسمى بالمد الشيعي الرسمي أو ما يسمى الحركة الإسلامية العالمية. إذن أصبح معناتها عندنا عدة أطراف، ما عادش طرف واحد، يعني العالم السني انقسم إلى قسمين، ما يسمى بالحركات الإسلامية انقسمت إلى قسمين، قسم موالي للغرب ليبرالي رأسمالي وقسم موالي لإيران أو موالي ما يسمى للثورة الإسلامية العالمية اللي ما يعترفش بالغرب كليا ويعتبره عدو أساسي من أجل القضاء عليه. ولكن هذا الوضع ما بقاش كما هو، على خاطر نتيجة معناتها هذه التغلغلات اللي موجودة من بين ما يسمى الرأسمالية والمد الشيعي أو الإسلام العالمي، ونتيجة هذه الأطراف اللي دخلت في اللعبة وهذه الصراعات وكل واحد يقوي في الجهة متاعه، وإيران تدعم أو ما يسمى الحركة الإسلامية العالمية تدعم في الحركات الإسلامية سواء في الخليج وكسب التحالف مع سوريا، وحبت أنها تسيطر على ما يسمى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد ما بدأت عملية ما يسمى الغرب فقدان الثقة في بعض الحكومات الموجودة في المنطقة كما العراق وكما قبل مع توقع شوية هكا مع مصر. هذا التغلغل داخل العالم السني من طرف الإمبريالية الغربية والإمبريالية الإسلامية وكل واحد كسب أنصار ودخلوا في صراع مدة ما يسمى عشرات السنين، وكل واحد يحاول باش يكسب أنصار أكثر من أجل مواجهة الآخر ودعم الجهة متاعه الموالية ليه. وهذا شنو نلاحظه في الحركات الإسلامية الآن، هذا شنو نلاحظه داخل الحركات الإسلامية، نلقاه ما يسمى حركات إسلامية ليبرالية رأسمالية بدعم غربي كامل. وهذا شنو شفناه زادة وقتها وقعت عملية إعطاء اللجوء السياسي في الغرب في أمريكا وغيرها للإسلاميين اللي موجودين داخل الدول الإسلامية، وأعطاهم الإمكانيات والإعلام والأموال، والأموال سواء من الغرب حد ذاته أو التسهيلات، والأموال ما يسمى بالخليجية، لأن يعتبر الخليج هي البنكة متاع الغرب، لأن الغرب ما يخسرش من مكتوبه، فهمت؟ عنده شكون يموله الحاجات اللي يحب عليهم هما اللي يحب عليهم هو، خاصة فيما يخص العالم الإسلامي، ماهوش باش يخسر فلوس من مكتوب. هذه معناتها مسألة ياسر مهمة لازمكم تنتبهوا لها. إذا الدعم الغربي في الغرب خاصة في أوروبا في أمريكا لهذه الحركات الإسلامية والإمكانيات المادية معناتها الكبيرة جدا ووسائل الإعلام وغيرها من الأمور جعلت تكوين ما يسمى اتجاه إسلامي إرهابي، فهمت؟ من بعد رجع للدول متاعنا، لأن الغرب عمل سياسة التفرقة، يعني للجالية الإسلامية اللي موجودة في الغرب سواء في فرنسا سواء في بريطانيا سواء في أي دولة أخرى معناتها من دول الغرب، ما حبوهمش يندمجوا داخل المجتمع الأوروبي. هذاك علاش سمحوا لهم باش يعملوا المساجد متاعهم وباش يكون عندهم الكوميونيتي متاعهم، فهمت؟ وحدهم باش ما يندمجوش في المجتمع الأوروبي، لأن لو يندمجوا في المجتمع الأوروبي ما يمكنش مراقبتهم وما يمكنش معرفة التحركات متاعهم. إذا هما عزلوهم بسياسة زعمة تحت سياسة الحرية وحرية المعتقد وغيرها وغيرها، ولكن في الحقيقة كما قلت لكم هي سياسة متبعة غربية تنطلق من فكرة علو الجنس الأوروبي على بقية الشعوب واللي هما اللي يعرفوا كل شيء
واحنا حاشاكم مجرد بهايم. لازمنا نتبعوا برك. يعني حتى الغرب، حتى مثلا فرانس 24، ما تجيبش واحد مثلا حر من عالم الاسلامي يتكلم، مستحيل. تجيب كان العملاء اللي تابعينها هي، واللي يسبح باسم الغرب وباسم الرأسمالية وباسم الليبرالية. إذا بعد سقوط العراق والتمدد الشيعي أو الحركة الإسلامية العالمية في العراق، ومعناتها الثورة اللي وقعت بين قوسين، الانتفاضة اللي وقعت في تونس واللي وقعت في ليبيا واللي معناتها بعد وقعت في اليمن وفي سوريا، لأن السياسة الغربية الرأسمالية العالمية ما عادش تثق بهذوك الأشخاص العملاء نتاعها، كلهم هذوك عملاء، سواء اللي في اليمن سواء كلهم عملاء، فهمت؟ ما عادش تثق فيهم وبدات تحس في خوف منهم، فقامت بمعناتها كما نقولوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لأن كما قلت لكم مش فكر المؤامرة وإنما فكر استغلال الظروف، وهي هذيك هي السياسة راه. السياسة مش نجي نحضر خطة الألف سنة قدام، لا، إني نخدم على حسب عقلية معينة ونستغل الظروف من أجل مصلحتي أنا. يعني إذن هوني وقتها الغرب مس ما يسمى بالعمود من أعمدة المد الإسلامي العالمي الشيعي اللي هي سوريا، هنا الأمور تبدلت ودخلت في صراعات كبيرة جدا، وبدأت يعني ما يسمى بالكر والفر من بيناتهم، وبدأت المواجهة الفعلية، لأن هوني معناتها الغرب حب كما نقولوا احنا يضرب المد الإيراني في الشرق الأوسط. لكن هوني كما قلت يعني اللي يحسب وحده يظله، فهمت؟ إيران تحسب وأمريكا تحسب والغرب يحسب وكل واحد يحسب، ولكن ديما يظهر معطى جديد. المعطى الجديد اللي ظهر في السنوات الأخيرة واللي غير كل الموازين هي ظهور ما يسمى بالدولة الإسلامية. كثير يقول لك الدولة الإسلامية صنع أمريكي، وكثير يقول لك لا، الدولة الإسلامية صنع إيراني، فهمت؟ لا، أنا بالنسبة لي مرش هكاك، رأى أن الدولة الإسلامية اللي قامت في العراق والشام واللي موجودة في ليبيا وفي تونس واللي تو موجودة في عدة مناطق، هي أنا نسميها الصحوة الإسلامية السنية. هناك جماعة من المسلمين السنة اتفطنوا وفهموا وعرفوا أن العالم السني والحركات السنية يتم التغلغل فيها من طرف ما يسمى جهات أجنبية غربية وإلا شيعية، وأراد أن يقطع الحبل هذا ويمنع هذا التغلغل وكون ما يسمى بالدولة الإسلامية. أنا بالنسبة لي الدولة الإسلامية هي الحركة السنية الوطنية الوحيدة اللي موجودة الآن في العالم الإسلامي. هذه وجهة نظري أنا. الدولة الإسلامية لا هي صنع غربي ولا هي صنع شيعي ولا هي أي صنع. شنية هي الدولة الإسلامية؟ احنا تكلمنا عليها وقدش من مرة، أما شنية هي الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية هي في الحقيقة الجانب السني الواعي بالخطر الذي يهدد العالم السني، فهي أعلنت حربها ضد الشيعة وضد الغرب. كما قلت لكم عنا الغرب وبسياسته الإمبريالية الرأسمالية تحت شعار حقوق الإنسان، والشيعة أو ما يسمى الحركة الإسلامية العالمية تحت الإمبريالية الإسلامية تحت شعار حقوق المظلومين أو المضطهدين أو المستضعفين في الأرض. وظهر ما يسمى الشق الثالث اللي هو ضد هذوما الاثنين، وقرر باش يحاربهم بكل طريقة، وتمت ما يسمى بتأسيس الدولة الإسلامية في العراق والشام، والآن منتشرة في إفريقيا وفي أوروبا وغيرها. عندما شاف الغرب وإيران اللي هما قوتين كل واحد عنده الاتجاه نتاعو، يعني عندما نقول الرأسمالية الغربية نقصد يعني أمريكا والكندا واليابان
وكوريا الجنوبية وأوروبا، رغم أن أوروبا ما زالت هكا متردة معناتها مرة هكا ومرة هكا، وما زالوا قاعدين يضغطوا عليها باش تتبع السياسة الغربية الرأسمالية العالمية، فهمت؟ ما زالوا يضغطوا عليها وما زال معناتها الأمور متواصلة، فهمت؟ هذه معناتها مسألة واضحة. أما ما يسمى بالشق الإسلامي أو شق المظلومين اللي هو إيران وبتحالفه مع روسيا وشوية مع الصين ومع كوريا الشمالية ومع كوبا ومع دول الجنوب الأمريكي وغيرها من الأمور، هذوما كتلوا كتلة. بينما الدولة الإسلامية ما يسمى دولة العراق والشام فهي ضد التغلغل الطرف هذا والطرف هذا، وقررت باش تحاربوا بكل الطرق سواء داخل العالم الإسلامي أو خارج العالم الإسلامي. عندما شافوا الغرب في الرأسمالية الإمبريالية الرأسمالية والإمبريالية الإسلامية ظهور هذا الطرف الثالث، شنو عملوا؟ عملوا إنهم زعما يحبوا يقضيوا عليه. هما في الحقيقة ما يحبوش يقضيوا عليه، يحبوا يحدوه، فهمت؟ ويحبوا يستعملوه. الطرف الإمبريالي الغربي يحب يستعمله ضد الشيعة، والطرف الإمبريالي ما يسمى الإسلامي يحب يستعمله ضد الغرب، رغم اللي هما معناتها اتفقوا أخيرا على أنهم يقضيوا عليه وأنهم معناتها ما يخليوش يتمدد، فهمت؟ وضربوه ضربة كبيرة. ولكن هذا الطرف ماهوش موجود كان في الشرق الأوسط، هذا الطرف موجود في كل العالم الإسلامي السني، ويمكن أن يتحرك في أي وقت لأن أفكاره واضحة وبينة وأموره كما نقوله احنا تستمد من القرآن والسنة. وعندما نقول يعني أن كل واحد منهم يحب يوجه الجهة معينة، فهمت؟ مش نقصد يعني يتصلوا، لا، أما ما يسمى يسمحوا له ويغضوا الطرف، هذا شنو نقصد، فهمت؟ خاطر اللي يفهم في السياسة يعرف شنية الألعاب السياسية المتبعة في هذه التعاملات، هي كما التجارة كما غيرها من الأمور، فهمت؟ يعني هذه مسألة واضحة. المهم اللي حبيت نوصل له من هذه الفيديو، فهمت؟ اللي معناتها نحب نلخص فيه ان دخول العنصر متاع الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي أصبحت الدولة الإسلامية بصفة عامة في كل العالم الإسلامي، فهمت؟ كخط ثالث في اللعبة العالمية، رغم معناتها ضعفه هو وقلة يعني الموارد متاعو وتكاتل ما يسمى الشق الغربي والشق الشيعي أو الإمبريالي الإسلامي ضده، ولكن هو يستمد القوة متاعو في المسلمين العاديين. احنا نعرفوا ان النص بحد ذاته القرآني او الحديث ما عنده حتى قيمة كان ما يطلع عليه حد، ولكن مهم عندما يطلع عليه الانسان ويقتنع به ويكون مسلم، وهنا جاء التأثير. احنا نلاحظوا حاجة، فما ياسر يقول لك ان العمليات الارهابية الاسلامية ما عندهاش علاقة بالاسلام. صحيح هو ان ليس كل ارهاب ينتمي للاسلام، ولكن المصدر الإسلامي يجعل من الإرهاب شيء مقدس، والهدف من العمليات الإرهابية الإسلامية بصفة عامة شنو الهدف نتاعها؟ مش القتل برك، القتل عادي، معناتها في أي عملية إرهابية يقع القتل، وإنما الهدف هو زوج حاجات. أول حاجة إحداث الرعب كما يقول القرآن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، وإحداث ما يسمى الفوضى، ومعناتها هذا مزوز حاجات مهمين. وهذا شنو قاعد يوقع توا؟ هذا اش قاعد يوقع؟ ان الناس ما عادش تثق، ما عادش تثق ولا تتخاف، فهمت؟ خاصة بدخول ما يسمى العنصر المسلم العادي، خاطر قبل كانوا الاسلاميين معروفين، وحتى في الغرب عندهم اسماء كل الاسلاميين، حتى اللي في الفيسبوك، حتى اللي في انترنت، حتى في كل شيء، ولكن ما قراوش حساب ان هذوما الاسلاميين اللي هما مقيدين عندهم يعيشوا في بحر من العالم الاسلامي اللي هو صحيح ما يعرفش الاسلام نتاعو، ولكن في اي لحظه يمكن ان يطلع على الاسلام نتاعو ويولي مسلم في نهار وليله. خاصه انهم هذوما الاشخاص سواء في داخل الدول نتاعنا او داخل الغرب عايشين انفصام في الشخصيه بسبب السياسات الغربيه التي اتبعها الغرب لعدم اندماجهم
في المجتمع الأوروبي، فخلاهم انهم يعيشوا شخصية في الدار متاعهم وشخصية في الشارع، شخصية في المدرسة وشخصية اخرى في الجامعة. هذا الشخص يتربى من الصغر متاعه ان الغرب كافر، ان اليهود كفار، ان لازمنا نقتلوا الكفار، وانه ما لازموش يثق بالاوروبيين، ويمشي للمدرسة يكلموه على الاخلاق الانسانية والانسان مع تخول الانسان والكلنا كيف كيف. ولكن عندما يشوف الظلم اللي موجود، هذا المواطن العادي المسلم العادي اللي يتربى في الدار متاعه على كره كل ما هو غير مسلم، وانه هو خير امة اخرجت للناس، ويجي يقرا في المدرسة الاوروبية على اساس ان الكلنا بشر، من بعد يشوف في بلاده يتم سرقة الثروات متاعها ويتم اضطهادها وعدم وجود الحريات، ودعم الغرب لهذه الحكومات الموالية لها، ودعم الغرب لبعض الجهات الإسلامية وغيرها، يولي يعيش في حالة فراغ. فهذا الإنسان يتصاب بأزمة نفسية، يفقد الأمل في الحياة، ما عادش عنده حد شيء. شنو يبقى له؟ يبقى له حاجة الوحيدة هو النص الديني. يعني يمكن يكون إنسان لا يصلي لا يصوم سكيرجي، عاش أزمة نفسية، يجي يحب يقتل روحه مثلا، يحب يقتل روحه ولا يحب ينتحر، يعني كما يوقع في كل العالم، إنسان يعني يصاب بضعف ويقتل روحه. لكن هذا المسلم العادي يلقى في النص الديني القرآني ويلقى العلماء المسلمين اللي يقولوا له راك أنت إنسان مهم، وراك أنت إنسان يمكن أن تدخل الجنة لو تقتل الكفار. إذن هذا الشخص في نهار وليلة يتحول إلى إرهابي، ما غير ما تعلم به لا المخابرات الأوروبية ولا يعلم به حتى الجن الأزرق. وهذا شنو وقع للتونسي اللي عمره 31 سنة اللي قتل تقريبا أكثر من 80 في نيس، أو الأفغاني اللي في ألمانيا اللي خرج عليهم فاس وطاح يضرب في الناس، وكما هذا مثلا الإيراني الألماني اللي خرج وبدأ يطلق على الناس اللي قتل تقريبا 9-10 من الناس. وهذا مازال باش يتواصل، مازال باش يتواصل، لأن المشكلة كبيرة هي مشكلة نفسية. احنا عايشينها داخل الدول بتاعنا، والمواطنين يعني ما يسمى والمسلمين بصفة عامة اللي عايشين في أوروبا يعيشوها. يعني في أي نقطة ضعف يمكن يتحول إلى إرهابي، يضمن الجنة، يقول لك أنا ما ربحت شيء في الدنيا هذه، عايش ذليل، يغزروني على جنب، أنا معناتها إنسان معناتها من مواطن من درجة ثانية. يجي المسلمين يقولوا لي أنت معناتها خير أمة أخرجت للناس وأنت على حق، يجيوا الأوروبيين يقولوا لي كل بشر. ولكن بعد شو نشوف؟ نشوف هذا يقتل في هذا، وهذا يضرب في هذا، وفما ظلم اجتماعي وظلم اقتصادي، وتعدي على الإنسان وتعدي على الإنسانية وعلى الشعوب. إذا هذا الشخص شنو يبقى له؟ أقرب شيء ليه هو النص الديني المقدس اللي يخليه يتحول إلى إرهابي في نهار وليلة. هذه نقطة. نقطة ثانية حبيت نذكرها هوني، فما ياسر يقول لك إنها ما يسمى بالإرهاب الإسلامي ما عندوش علاقة بالإسلام. أنا لاحظت حاجة، ما لاحظتوش اللي تقريبا 90% اللي يقوموا بالعمليات الإرهابية الإسلامية هم رجال؟ علاش حسب رأيكم؟ لو نعود للنص الديني بحد ذاته نجد أن الجهاد فرض إجباري على كل مسلم. مسلم يعني ليس المرأة في الإسلام تعتبر من درجة ثانية، وليس معناتها ولا يجب عليها الجهاد إلا في حالات خاصة، إلا في حالات خاصة يجب عليها الجهاد. هذاك علاش نلقاو أن أكثر الإرهابيين الإسلاميين رجال، حتى كي نلقاو مثلا نساء حالات قليلة ومحدودة وليس كثيرة، لأن الإسلام لا يفرض الجهاد على المرأة. وهذا وحده دليل يدل على أن مصدر الإرهاب الإسلامي هو الإسلام والنص الديني. وعندما نقول النص الديني هو طريقة قراءة النص الديني. إذا هوني حبيت نقول معناتها باش نوصل لاخر هذه الفيديو، انه راهو لو لم تكن هناك خطة عالمية من اجل عدالة اجتماعية والقضاء على كل ما يسمى بالارهاب مهما كان، ومنهم الارهاب الاسلامي، العالم سوف لا يعرف النوم وسوف يعيش في رعب. وهنا نفهم حاجة مهمة جدا، معناتها نعود هوني في آخر هذه الفيديو نتكلم على مسمى محاولة الانقلاب في تركيا. في الحقيقة الغرب لا يريد تركيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، والسياسة الرأسمالية العالمية
تحب تحضر تركيا كجيش قوي إسلامي يمكن يواجه في المستقبل إيران الدولة الإسلامية، على خاطر يعرف الغرب أنه من الجمش يعمل على الخليج لأن العدد متاعه قليل جدا، فهمت؟ وإيران مسيطرة على العراق وتقريبا جزء من سوريا ولبنان، وعندها الخيوط متاعها في كل منطقة، وخاصة المنطقة الشرقية متاع الجزيرة العربية مسيطرة عليه وتنجم تجده في أي وقت لجهتها. إذا الغرب هوني يقول أنا بعد القضاء على الدولة الإسلامية باش يبقى لي إيران، اللي هي معناتها هي بيدها إمبريالية تريد أن تحكم العالم، فهمت؟ إذا لازمني نحضر لها جيش إسلامي يكون قوي بدعم خليجي. هنا نفهموا أن محاولة الإنقلاب اللي وقعت هي أكيد يعني يمكن وقعت لأن في تركيا بحد ذاته فما شقين، فما شق وطني، فهمت؟ وفما شق عميل. شق متاع أردوغان هذا شق عميل 100% للغرب، فهمت؟ وبدعم غربي 100%. إذا الشق الآخر اللي هو وطني، فهمت؟ حاول باش يعمل محاولة الإنقلاب، ومعناتها وأكيد هما يعرفوا، معناتها أردوغان يعرف اللي هما موجودين في تركيا وعندهم قوة وكل شيء، ولكن فهمت وقعت المحاولة ولم تنجح بمساعدة غربية، فهمت؟ باش رجعوا أردوغان للرئاسة ومن أجل أنه يقضي عليهم كليا، وتحذير المجتمع التركي والجيش التركي لكي يصبح قوة إسلامية سنية يمكن أن تواجه القوة الإسلامية الشيعية، وذلك بدعم غربي واضح وبأموال خارجية. هذه أنا بالنسبة لي التحليل متاعي للمحاولة الانقلاب الأخيرة، معناتها ما نجمش نقول اللي هي مصطنعة، ولكن وقعت لأنها أمور طبيعية. فما شق متاع أتاتورك اللي هو وطني، وشق معناتها تكون بعد أتاتورك اللي هو معناتها يفكر في تركيا فقط، معناتها يحب ما يحبش العمالة لتركيا للغرب، ولكن مع الأسف لم ينجح الانقلاب و تقوى أردوغان أكثر أكثر، وتوا قاعد يبني من هنا السنوات القادمة باش يبني دولة إسلامية يمكن أن تواجه إيران في المستقبل. يعني احنا نقول وراي الدولة الإسلامية معناتها يمكن تزيد تقوى، يمكن تضعف، لأن باش يتحالفوا عليها زوز أطراف، ولكن الطرفين ما يحبوش سقوطها، يحبوا يستعملوها، كل واحد في الجهة نتاعو، كل واحد في الطرف نتاعو. ما فماش معناتها قرار جدي للقضاء عليها، لأن لو كان هناك قرار جدي للقضاء عليها راه تم القضاء عليها، ولكن ليس هناك مع الأسف قرار جدي، لأن كل واحد ما يثقش في الآخر، وهذا كل اللعب السياسية شكون يضيع فيها؟ يضيع فيها أنا وأنتي وأنتي. مشيت تشري في حاجة، ركبت في المترو، جاء واحد دغر بسكينة ولا ضربك بشعقور ولا بسيف. لهذا لازمنا ننتبهوا للعالمية هذه، سوى الإسلامية سوى الغربية اللي تريد أن تسيطر على العالم، ونحاولوا باش ما ندخلوش في المتاهات هذه، ونحاولوا باش نعملوا على أنفسنا ونعتمدوا على أنفسنا وما ندخلوش في الصراعات نتاعهم. أي إنسان يعني يميل سوى بعاطفة أو بغير عاطفة جهة غير جهة أخرى فهو يدعم الطرف المقابل ويزيد يأجش في النار. إذا لازمنا نعرفوا أن كل الحركات الإسلامية سوى اللي معناتها موجودة توا، سوى تركيا فهمت بتاع أردوغان، ولا النهضة بتاع تونس، ولا بقية الحركات الإسلامية الموجودة، النصرة وغيرها، هذوما كلهم موالين للغرب، وكيفهم كيف ما يسمى بالحكومات اللي موجودة توا، سوى في المغرب سوى في تونس معناتها نداء تونس، أو في مصر، كلها موالية، لأن الغرب أو ما يسمى السياسة الإمبريالية الرأسمالية فهمت ما يهمهاش تكون مسلم ولا غير مسلم، المهم أنك تنفذ الخطط متاعها وأنك تحافظ على المصالح متاعها، فهمت؟ هذه مسألة واضحة وبينة، سواء كنت إسلامي ولا مش إسلامي، إرهابي ولا مكش إرهابي، المهم أنها تسيطر عليك وتقول لك شنو تعمل وشنو ما تعملش. هذاك علاش أنا نوجه هوني كلمة اللي يعتبروا رواحهم معناتها مسلمين، ابعدوا على حركات الإسلامية بصفة عامة هذه كلها، ولو تحبوا انتوما كسنة فهمت تطبقوا الإسلام متاعكم
كما هو راهي فما كانت الدولة الإسلامية هي الوحيدة المخلصة فهمت للإسلام بتاعكم، وكان ما تحبوش الدولة الإسلامية على خاطر صعيبة عليكم ولا خاطر فهمت الإسلام صعيب معناتها باش تطبقوا الإسلام كما هو ما عليكم، يا أما تخرجوا من الإسلام فهمت وتوليوا ناس عاديين، وإلا اتبعوا من عرشنا إسلام روحاني إسلام صوفي أي إسلام آخر يكون معناتها أكثر إنسانية ويقبل الطرف الآخر. هذاك علاش حبيت نقول إن راهو النص الديني وعلماء المسلمين والكتب الموجودة الدينية الإسلامية تجعل من الإرهاب شيء مقدس، فهمت؟ وخاصة إرهاب من هو غير مسلم أو من هو ليس من مذهبك أصلا. هذاك علاش أنا بالنسبة لي العالم اللي يدعي الحضارة واللي يدعي الإنسانية واللي يدعي كل شيء معناتها هذه المبادئ السامية كان ميبدلش فهمت كان ميحاربش هذا النص ويعتبره فكر إرهابي واضح. وعندما نقول يحارب النص مش يجيو يمنعوه، نو لا مش يجيو يمنعوه، أنا ضد المنع مهما كان، وإنما أن تسمح للناس اللي يفكروا واللي عندهم رأي باش ينقدوه في وسائل الإعلام. المشكل اللي وسائل الإعلام ما تعدي كان الجماعة سوى في الغرب، ما يعدي يكونش الجماعة الموالين للغرب واللي يدعو للحضارة الغربية، وإلا يجيبوهم مسلمين باش يبينوا زعما خطر الإسلام وخطر الإرهاب وغيرها، يعني الكلها تخدم مصالح سياسية. هذاك علاش أنا نقول كل إنسان يفكر في روحه، الحاجة الوحيدة اللي تنجم تقضي على التكتلات هذه أنك ما تنتميش لها، ما تنتمي حتى حزب، ما تنتمي حتى مذهب، ما تنتمي حتى دين، قول أنا إنسان 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 وما ندعم حتى شيء، نربي ولادي ونتكلم مع الناس اللي حولي أن الإنسانية هي الشيء المقدس، غير الإنسانية ليس هناك شيء مقدس، حياة الإنسان وحرية الإنسان وحرية النقد وحرية الكلمة هي الشيء الأساسي والمقدس الذي يجب أن يحترم، وهذا لازمنا نربيه عليه أولادنا ونتكلموا فيه في القهاوي ونتكلموا فيه في كل بلاصة نمشيو لها، أن الإنسان هو الشيء المقدس. الفكرة تتبدل والفكرة ما عندها حتى قيمة كان ما تؤمنش بها. إذا هوني الفكرة هي الفكرة بحد ذاتها ما عندها حتى قيمة كما قلت لكم قداش من مرة، إنما عندما تأخذ شكل مقدس تخلي أي إنسان يعيش أزمة نفسية إنه يعود لهذه النصوص، وإلا يتأثر بعض الأشخاص فهمت ويتحول في يوم وليلة إلى إرهابي، يمكن يقتل أمه، يمكن يقتل أخوه، يمكن يقتل جيرانه، يمكن يقتل اللي يقرأوا معاه ولا اللي يخدموا معاه، وهذا باش نشوفوه في المستقبل ما يسمى. هذا هو الشيء الجديد في العمليات الإرهابية الأخيرة، إنهم ناس ما همش مسجلين إنهم إرهابيين وما عندهم حتى علاقة بالإرهاب يتحولوا في نهار وليلة إرهابيين، وهذا نتيجة السياسة الغربية المتبعة داخل الغرب من أجل عدم دمج ما يسمى المسلمين كأشخاص في المجتمع الأوروبي، ونتيجة السياسة المتبعة في الدول متاعنا ووسائل الإعلام وعدم مشاركة المثقفين سواء في الدول متاعنا سواء في الغرب، المثقفين الحقيقيين اللي يؤمنوا بالإنسان كإنسان في الإعلام وإبعادهم على كل وسائل الإعلام وعدم السماع لهم، لأنهم لا يدعمون جهة ضد جهة، لأن كل وسائل الإعلام يجيبوا لك كان الأشخاص اللي عنده اتجاه عنصري أو اتجاه ديني أو اتجاه ليبرالي أو اتجاه معين، فهمت؟ مادام تكون أنت في الوسط وتكون تؤمن بحق الجميع في الوجود، في حق الشعوب، في حق المعتقد، في حق حرية النقد، في حق الإنسان، في حق كل شيء، هذا ما تسمعوش في وسائل الإعلام. إذا أي إنسانية يتكلموا عليها هؤلاء الذين يدعون الإنسانية، أي إنسانية كان أنت تعمل تمييز من بين شكون تعدي في الإعلام وشكون يتكلم وشكون ما يتكلمش، فين الإنسانية هوني؟ علاش ما تخليش الناس تتكلم وتعبر؟ علاش تجيب لي كان أشخاص معينين ديما نشوفوا في رب وجوههم في التلفز وفي الإذاعات وفي الجرايد هما بيدهم كل في كل مصيبة يجيو باش يتكلموا وباش يقولوا الرأي متاعهم على أساس أنها رأيهم هو صحيح والباقي
هو غلط. إذا ابعدوا على هذه الأمور مهما كانت، وهنا توجه للجميع مش حتى للمسلمين، حتى لغير المسلمين، ابعدوا على الدخول في المعمعة هذا. راهم قاعدين السياسيين توا في العالم هازين التهلكة وهازين الحرب لا نهاية فيها، داخلة فيها سنة وشيعة وغرب، والغرب اللي هو واثق من روحه من التكنولوجيا بتاعه من الإمكانيات بتاعه، راه الفوضى والإرهاب والرعب يمكن يدمر الغرب تدمير كلي. فهمت؟ هذه مسألة واضحة وبينة. شكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلامة.